السلام عليكم. محاضرتنا النهاردة بتتناول الفصل الثالث من المقرر بتاعنا، ودي تعتبر المحاضرة الثالثة للجزء المتعلق بالنقود، وهي عن النظرية النقدية. فاحنا في الفصل ده هنتناول مبحثين. المبحث الأول هنتناول فيه تقلبات الأسعار، فهنتعرف فيه على إزاي بتتحدد قيمة النقود، هنتعرف على المقصود بالمستوى العام للأسعار والعلاقة بين القوى الشرائية للنقود ومستوى الأسعار، وأخيرا أثر تقلبات الأسعار على بعض المتغيرات الاقتصادية، وبالتحديدا هنشوف أثر تقلبات الأسعار على الدخل الحقيقي وعلى الثروة وعلى النمو الاقتصادي. في المبحث الثاني هنتناول العلاقة بين كمية النقود ومستوى الأسعار، وهنتناول فيه ثلاث علاقات. العلاقة الأولى معادلة المبادلات، وبعدين النظرية الكمية للنقود، وأخيرا نظرية الأرصدة النقدية. بالنسبة للمبحث الأول بيتكلم عن تقلبات الأسعار. طيب، هي إحنا بصفة عامة بنقول إن الوضع الطبيعي إن إحنا عندنا في تقلب في الأسعار، وقلنا إن التقلبات دي طالما ما هياش حادة وعنيفة فهي قد يكون تأثيرها إلى حد ما ممكن يكون إيجابي على الوضع الاقتصادي. طيب، هو إحنا قلنا إن النقود لا تطلب في حد ذاتها، ولكن النقود إحنا بنطلبها علشان خاطر قدرتها على شراء السلع والخدمات. طب يا ترى قيمة النقود دي هتتحدد بإيه؟ هتتحدد برضو بقدرتها على شراء السلع والخدمات، فدي احنا بنسميها القوة الشرائية للنقود. يبقى المقصود بالقوة الشرائية للنقود هو قدرة وحدة النقود على شراء السلع والخدمات. هو الجنيه، الوحدة بتاعتنا، النقود بتاعتنا، الوحدة النقدية بتاعتنا الجنيه، هتشتري ايه من السلع والخدمات، او كمية السلع والخدمات اللي يمكن للوحدة الواحدة من النقود ان تشتريها. طيب، وبالتالي احنا بنتكلم على اننا كل بقى ما الاسعار تكون مرتفعة، يبقى معنى كده ان وحدة النقود دي مش هتقدر تشتري غير كميات قليلة. وبالتالي بنقول ان قيمة النقود او القوة الشرائية للنقود هتتناسب عكسيا مع المستوى العام للأسعار. يعني لو عندي ارتفاع في المستوى العام للأسعار هنلاقي ان القوة الشرائية للنقود بتقل. طيب، واحنا بقى بنتكلم هنا، احنا بنتكلم بنقول ايه؟ بنقول المستوى العام للأسعار. يعني انا لما باجي اقيم النقود بقيمها بأسعار كل السلع والخدمات اللي عندي في في الاقتصاد، وبالتالي بقول ان انا عشان احدد القوة الشرائية للنقود بقول هي قدرتها على شراء كافة السلع والخدمات، وبالتالي انا بقيم النقود وفقا لكل الاسعار اللي عندي. اذا انا بربط قيمة النقود بالمستوى العام للأسعار لكل السلع والخدمات مش لسلع معينة، وبالتالي المقصود بالمستوى العام للأسعار هو متوسط كافة أسعار السلع والخدمات اللي موجودة عندي في السوق. إذن كل ما المستوى العام للأسعار ده يرتفع هنلاقي إن القوة الشرائية للنقود بتقل. يعني إحنا زي ما اتفقنا في علاقة عكسية بين القوة الشرائية للنقود وبين المستوى العام للأسعار. طب يا ترى إحنا قصدنا إيه بالمستوى العام للأسعار، أو قصدنا إيه بالرقم القياسي للأسعار؟ إحنا بصفة عامة لما بنيجي نحسب القوة الشرائية للنقود أنا بهتم بكل السلع اللي عندي في الاقتصاد، او تحديدا بقول السلع المهمة اللي عندي في الاقتصاد. طيب، بنحسب بقى يا ترى المستوى العام للاسعار ازاي؟ باخد متوسط اسعار السلع اللي عندي. طيب، واحنا بيهمنا الاكتر من متوسط الاسعار هي الاسعار بتتغير بقد ايه، فعلشان نحسب التغير في الاسعار بنحسب بقى الرقم القياسي للاسعار. طيب، وهو بصفة عامة الرقم القياسي لأي متغير عندي هو النسبة المئوية لقيمة المتغير ده منسوبة لقيمتها في وقت آخر. يعني مثلا
انا لو عندي الدخل بتاعي مثلا كان 500 جنيه في سنة معينة، في سنة مثلا ايه 2019، وبعدين الدخل بتاعي دوت ارتفعوا بقى 600 جنيه في سنة 2020، يبقى انا لو عايز احسب الرقم القياسي للدخل بتاعي هقسم الرقم القيمة الجديدة في سنة 2020 اللي هي 600 على دخلي في 2019 اللي هو 500 واضرب في 100، يبقى علشان احسب الرقم القياسي لأي متغير بجيب النسبة المئوية بين حاجتين، بين قيمة المتغير في سنة المقارنة على قيمة المتغير في سنة الأساس أو السنة اللي أنا مثبتها عندي واضرب في إيه؟ في 100، يبقى 600 على 500 في 100 يبقى 120%، يبقى معنى كده إن الدخل بتاعي زاد بنسبة 20% من سنة 2019 لسنة 2020. فبصفة عامة عشان أحسب الرقم القياسي لأي ظاهرة باخد الظاهرة دي وأقسمها في سنة معينة اللي أنا بسميها سنة المقارنة، وأقسمها على قيمتها في سنة أخرى يبقى دي سنة الأساس وأضرب في إيه؟ في 100. طب لما نيجي بقى نجيب الرقم القياسي للأسعار هنعمل إيه؟ عشان أجيب الرقم القياسي للأسعار هاخد المستوى العام للأسعار في سنة معينة تبقى دي سنة المقارنة على المستوى العام للأسعار في سنة الأساس وأضرب في إيه؟ في 100. يا إما أعمل إيه بقى؟ أجيب الرقم القياسي لكل سلعة على حدة وبعدين أخد متوسط للإيه؟ للإيه؟ للرقم القياسي لكل سلعة على حدة، بس علشان الاقتصاديين يفرقوا بين الرقم القياسي لكل سلعة والرقم القياسي للأسعار كلها فسموا الرقم القياسي اللي بيخص سلعة معينة سموه منسوب هذه الإيه؟ السلعة. نفترض مثلا ان انا الاقتصاد بتاعي عندي 4 سلع، 1 2 3 4، وعندي الاسعار في سنة 90 والاسعار في سنة 95. السلعة الاولى سعرها ارتفع من 5 ل 4، والسلعة التانية سعرها ارتفع من 10 ل 12، والسلعة التالتة سعرها ارتفع من 20 ل 28، والسلعة الرابعة سعرها ارتفع من 20 ل 32. طيب انا بقى هحسب الرقم القياسي للأسعار إزاي؟ أنا عندي الأسعار بتاعتي، في طريقة بقى منهم إن أنا أجيب منسوب كل سلعة على حدة وأخد متوسط لهذه الإيه؟ المناسيب. يعني هحسب الرقم القياسي للسلعة الأولى فهسميه منسوب سعر السلعة الأولى، وزي ما اتفقنا إن الرقم القياسي لأي ظاهرة هو قيمتها في سنة معينة على قيمتها في سنة الأساس وأضرب في 100. طيب هي السلعة الأولى دي كانت قد إيه؟ كان تمنها 5 وتمنها بقى 4، يعني تمنها حصل له إيه؟ انخفض، يبقى التمن الجديد هو 4 والقديم 5، يبقى منسوب سعر السلعة الأولى الجديد على القديم في 100، يبقى 4 على 5 في 100 يدينا 80%، يعني السلعة دي سعرها قل إيه؟ ب 20% عشان سعرها أصبح 80% من سعرها الإيه؟ الأساسي. طيب والسلعة التانية سعرها كان 10 بقى 12، يعني سعرها زاد، يبقى منسوب أو الرقم القياسي للسلعة التانية أو منسوب سعر السلعة التانية الجديد على القديم في 100، يعني 12 على 10 في 100 يعني 120، يعني السلعة دي في سنة 95 سعرها زاد 20% مقارنة بسعرها في سنة 90. طيب والسلعة التالتة سعرها كان 20 بقى 28، يبقى منسوب سعر السلعة التالتة هيبقى 28 على 20 في 100، يعني 140%، يعني السلعة التالتة دي سعرها زاد بـ40%، أصبح 140%، يعني زاد بـ40%. طيب والسلعة الرابعة سعرها كان 20 بقى 32، يبقى المنسوب بتاعها أو الرقم القياسي الخاص بيها 32 على 20 في 100، يبقى 160%، يعني السلعة دي سعرها زاد بـ160%. فأنا عندي بقى عدد كبير من السلع اللي موجودة عندي، بعضها ممكن سعره يقل زي السلعة الأولى اللي سعرها انخفض بـ20%، وبعضها ممكن يزيد زي التانية والتالتة والرابعة، واحدة زاد بـ20%، واحدة زاد بـ40%، واحدة زاد بـ60%، في ممكن يبقى عندي مجموعة تانية من السلع ممكن تزيد بنسب أكبر أو بنسب أقل، أو ممكن حتى بعض السلع أسعارها ما تتغيرش.
طيب انا كده جبت الرقم القياسي لكل سلعة على حدة، انا عايز اعرف بقى بصفة عامة كمتوسط بقى للاسعار حصل لها ايه. يبقى انا افترض ان السلع دي ليها نفس الاهمية النسبية للمستهلكين عشان نجيب متوسط بسيط، فبالتالي هروح واخد بقى المتوسط الحسابي البسيط للمناسيب دي اللي هي 80 زائد 120 زائد 140 زائد 160. انا عندي افترضت ان كان عندي كام سلعة، 4، يبقى مجموع المناسيب للسلع دي على عدد السلع يطلع لي 125%. يبقى في المتوسط اقدر اقول ان المستوى العام للاسعار زاد ب 25%. كنت ممكن طبعا اجيب المستوى العام للاسعار ان انا اخد متوسط السلع سنة 90 ومتوسط السلع سنة متوسط المستوى العام للأسعار سنة 90 والمستوى العام للأسعار سنة 95، وبدل ما إيه أجيب المتوسط للمناسيب أجيب المتوسط للمستوى العام للأسعار، يعني أجيب المستوى العام للأسعار في سنة 95 على المستوى العام للأسعار في سنة 90 وأضرب في إيه؟ في 100. طيب إحنا كده عرفنا إزاي هنحسب الرقم القياسي للإيه؟ للأسعار. طيب واحنا اتفقنا ان القوة الشرائية للنقود بتتناسب عكسيا مع المستوى العام للأسعار، كل ما الأسعار ترتفع كل ما قدرة النقود على شراء السلع والخدمات هتقل. تحديدا بقى الرقم القياسي للقوة الشرائية للنقود هي مقلوب الرقم القياسي للأسعار. الرقم القياسي للقوة الشرائية للنقود بيساوي 1 على الرقم القياسي للإيه؟ للأسعار. يعني في المثال اللي احنا لسه حلينه حالا ده اللي جبنا فيه الرقم القياسي للأسعار، جبناه متوسط حسابي بسيط لمناسيب الأربع سلع اللي احنا افترضنا ان هم عندي في الاقتصاد، طلع لي ان الرقم القياسي للأسعار طلع 125%. يعني الأسعار بيحصل لها إيه؟ الأسعار بترتفع، يبقى القوة الشرائية للنقود بتقل. تحديدا بقى هتقل بقد إيه؟ قدرة النقود على شراء السلع والخدمات هتقل بقد إيه؟ يبقى أجيب الرقم القياسي للقوة الشرائية للنقود هيساوي 1 على الرقم القياسي للأسعار، يعني مقلوب الرقم القياسي للأسعار. يعني الرقم القياسي للأسعار كان طالع 125%، يبقى مقلوب 125%، يعني 100 على 125، يعني 4 على 5، يعني تقريبا 80%. يبقى لما الأسعار زادت ب 25% القوة الشرائية للنقود قلت ب 20%. لما الأسعار زادت القوة الشرائية للنقود قلت، قدرة النقود على شراء السلع والخدمات قلت. لما الأسعار زادت ب 25% قدرة وحدة الجنيه على شراء السلع والخدمات قلت ب 20%. طيب احنا بصفة عامة ازاي بقى الوضع الاقتصادي بتاعي بيتأثر بتقلبات الأسعار؟ هو الطبيعي إن تقلبات الأسعار دي تعتبر ظاهرة طبيعية وموجودة بالفعل في المجتمعات، وهي الأسعار فعلا بتتغير، ودي يمكن تعتبر كمان هي دي اللي بتغير نمط الاستهلاك ونمط الإنتاج، فده بيكون له تأثير إيجابي على الوضع الإيه؟ الاقتصادي. فالطبيعي ان احنا دايما عندنا الاسعار دايما فيها نوع من الايه من التغ... من التغ... من التقلب او التغير، فبالتالي تقلبات الاسعار دي ممكن تكون من الامور المفيدة والضرورية، لان زي ما قلنا هي اللي هتعبر لي عن نمط الاستهلاك، وبالتالي هتعبر لي عن نمط الانتاج وتغيير نمط توزيع الايه الموارد. طيب ولكن الفكرة بقى ان لما ترتفع الاسعار انا عندي في ناس بتستفيد في الاقتصاد وفي ناس بتتأثر بشكل عكسي. يعني هي الفكرة ان لو ارتفاع الاسعار ده بسبب زيادة الطلب ده هيحفز المنتجين على انهم يزودوا الايه الانتاج، فيمكن المنتجين اكتر ناس بتستفيد من حالة ارتفاع الايه الاسعار. طيب هو غالبا احنا عندنا بقى المشكلة بتظهر امتى؟
مشكلة تقلبات الأسعار تظهر لما تكون بشكل عنيف وفي شكل مستمر، فيبقى أنا في الحالة دي عندي مشكلة اسمها مشكلة التضخم. إحنا بنعرف التضخم إن هو ارتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار، ده اللي فعلا آثاره بتكون سلبية على الاقتصاد. فهو بيبقى ارتفاع مستمر في المستوى الأسعار، يعني ارتفاع وكمان ممكن يصل إلى ارتفاع عنيف كمان، وبياخد فترات زمنية طويلة. ففي الحالة دي بقى عندي مشكلة، لكن إحنا بنتكلم على التقلبات اللي هي ممكن يحصل ايه؟ الاقي الاقتصاد عندي في فترات فيها ارتفاع في الاسعار، وبعدين يحدث انخفاض، وبعدين يحدث ارتفاع. فالفكرة ان تقلبات الاسعار زي ما اتفقنا هي شيء طبيعي جدا، وممكن تكون من الامور الجيدة اللي بتحفز عملية الايه؟ الانتاج في الاقتصاد. فبصفة عامة لو حصل تقلبات في الاسعار سواء بالزيادة أو بالانخفاض، مش دايما هنلاقي كل أفراد المجتمع بيتأثروا سلبيا. هنلاقي في الحالتين سواء في ارتفاع في الأسعار أو في انخفاض في الأسعار، هنلاقي إن في بعض الفئات بتستفيد من ارتفاع الأسعار، وفي بعض الفئات بتتأثر سلبيا من ارتفاع الأسعار، والإيه والعكس. طيب احنا عايزين نعرف يا ترى تقلبات الاسعار دي ازاي ممكن تأثر لي على 3 متغيرات مهمة. المتغير الاول هو الدخل الحقيقي، المتغير الثاني هو الثروة، والمتغير الثالث هو النمو الايه؟ الاقتصادي. طيب واحنا دايما هندي مثال ان انا عندي ارتفاع الاسعار، لان ارتفاع الاسعار ده يمكن هو ده اللي احنا فعلا بنشوفه. طيب فهو ايه هو المقصود بالدخل الحقيقي؟ الدخل الحقيقي انا بقبض المرتب بتاعي او الفلوس بتاعتي او الدخل بتاعي او اي عائد بيجي لاي عنصر من عناصر الانتاج الـ4. هو المقصود بالدخل ايه؟ هو كمية السلع والخدمات اللي الدخل ده في ظل مستوى معين من الاسعار هيقدر يشتري بيها مجموعة من السلع والايه والخدمات، لان هو الهدف النهائي من اي نشاط اقتصادي هو الايه؟ الاستهلاك. فبالتالي الدخل الحقيقي بيعبر عن كمية السلع والخدمات اللي اقدر اشتريها بهذا الدخل في ظل مستوى معين من الايه؟ من الاسعار. والدخل الحقيقي هو اللي بيعبر لي الحقيقة عن مستوى الرفاهية الاقتصادية او مستوى معيشة الافراد. طيب نفترض بقى ان حدث زيادة او تغير بالايه في الاسعار. طيب معنى تغير الاسعار بالزيادة ارتفاع الاسعار، ده معناه ان القوة الشرائية للنقود قلت، يعني معناها ان الدخل بتاعي لو انا مثلا بقبض 1000 جنيه، وانا سنة 2019 الـ2000 جنيه دي انا كنت بشتري بيها اكل وشرب وملابس بتكفيني وبتغطي كل احتياجاتي. طيب جينا في 2020 لقيت المستوى العام للأسعار زاد، إذا كمية السلع والخدمات اللي هيشتريها الـ1000 جنيه قلت. طيب يبقى ولو حدث العكس كانت الأسعار انخفضت، يبقى الـ1000 جنيه هتقدر تشتري لي كمية إيه؟ أكبر من السلع والخدمات. إذا لو أنا بقى قسمت بقى أصحاب الدخول ليه؟ أصحاب الدخول الثابتة اللي هو بيقبض الـ1000 جنيه الثابتة دي، ده الحقيقة في حالة ارتفاع الأسعار دولت هيبقى وضعهم أسوأ. ليه؟ لأن هو مش هيقدر يشتري كافة السلع والخدمات اللي كان بيشتريها بنفس الدخل الإيه؟ الثابت. طيب وأنا بس عندي في المجتمع بتاعي أصحاب الدخول الثابتة اللي هم الموظفين والعمال اللي بأجور ثابتة، لا أنا عندي فئة تانية من العمال بياخدوا أجور متغيرة. زي مين؟ زي ما قلنا في المحاضرة، زي السباك، زي الميكانيكي. الأفراد دي هي بتعمل وبتحصل على عائد متغير، فالفئة دي بتحاول إنها تستفيد او ما تكونش في وضع سيء. بتحاول تعمل ايه؟ لو ارتفعت الاسعار بيحاولوا انهم يزودوا الاجور بتاعتهم علشان خاطر يحافظوا على نفس مستوى المعيشة بتاعتهم، ولكن في الحقيقة هي بيحاول يزود الاجور بتاعته. مثلا جبت السباك يصلح لي حاجة كان بياخد 100 جنيه لقى بيقول لي انا عايز 150 جنيه عشان الاسعار ارتفعت. هو بيحاول يزود الاجر بتاعه علشان يحافظ على نفس مستوى المعيشة، بس غالبا أجورهم بتزيد بنسبة أقل من نسبة الارتفاع في الإيه؟ في الأسعار. يبقى أصحاب الدخول المتغيرة بنجد إن هم وضعهم إذا ارتفعت الأسعار وضعهم بيكون أسوأ نسبيا، يعني بشكل نسبي، يعني مش زي مش سيء على الإطلاق زي أصحاب الدخول الثابتة. طيب مين بقى اللي هيستفيد
من تقلبات الأسعار بالزيادة في حالة إيه بالنسبة لأصحاب الدخول، هم فئة المنظمين والتجار ورجال الأعمال. دول بصفة عامة لو حصل ارتفاع في الأسعار هم بيقدروا يزودوا الايه الارباح اللي بيحققوها، لان ارتفاع الاسعار ده معناه زيادة الايرادات اللي هم بيحققوها نتيجة بيعهم للسلع بتاعتهم. والتكاليف خدوا بالكم بتاعت الانتاج بتزيد، الوقود والطاقة، الوقود اللي بيستخدموه، المواد الخام كلها زادت، بس في جزء كبير من التكاليف هي في شكل اجور. الاجور اتفقنا انها ثابتة، دول الناس اللي بتضر لما بترتفع الاسعار، يبقى هو التكاليف عنده بتزيد بس مش كلها، مواد خام، طاقة، ولكن جزء كبير من التكاليف ما بيتغيرش، اللي هو الايه الاجور. والايرادات اللي بتجيله نتيجة ارتفاع الاسعار بتزيد، اذا هو بيغطي الايرادات بتاعته، هتغطي التكاليف اللي جزء منها اتغير بالزيادة وفي جزء منها كبير ثابت، يبقى هيقدر يحقق فائض في شكل ايه ارباح. اذا في ظل ارتفاع الاسعار نقدر نقول بصفة عامة إن أصحاب الدخول الثابتة هيبقى وضعهم أسوأ، أصحاب الدخول المتغيرة إلى حد ما بنقول إن وضعهم بيكون أسوأ نسبيا، ولكن أصحاب بقى الأعمال ورجال الأعمال والتجار وفئة المنظمين في حالة ارتفاع الأسعار بيقدروا يستفيدوا من الوضع ويحققوا أرباح ومكاسب أكبر. وفي حالة بقى انخفاض الأسعار يحصل العكس، في حالة انخفاض الأسعار نلاقي إن أصحاب الدخول الثابتة وضعهم هيكون أفضل، أصحاب الأجور المتغيرة لما الأسعار بتنخفض أصحاب الأجور المتغيرة ما بيغيروش في الحالة دي أجورهم، بيفضل زي ما هو. يعني السباك اللي كان هيصلح لي الحاجة ب 100 جنيه مش هيقول لي أنا هاخد منك 90 جنيه عشان الأسعار قلت، فهم وضعهم النسبي بيكون إيه أفضل برضو نسبيا. في الحالة دي لو الأسعار انخفضت هلاقي بقى إن رجال الأعمال والمنظمين والتجار هلاقيهم هي إيه؟ هيخسروا في حالة انخفاض الإيه؟ الأسعار، لأن هو هيقدر في الحالة دي يخفض الإيرادات بتاعته هتقل، وفي نفس الوقت التكاليف الإنتاج هتقل، بس في جزء من التكاليف مش هيقل اللي هو الإيه؟ الأجور. عشان كده بنقول إن الأجور يعني هي مرنة، وهي بترتفع مرنة، لكن وهي بتنخفض مش مرنة. يعني في حالة انخفاض الأسعار هو التاجر ده مش هيقدر يخفض الايه الأجور، فهتفضل ثابتة. ففي الحالة دي الإيرادات بتاعته قلت والتكاليف بتاعته جزء منها قل وجزء منها ثابت، إذن هو في الحالة دي هيحقق ايه خسائر. يبقى بصفة عامة في حالة ارتفاع الأسعار أصحاب الدخول الثابتة يكون وضعهم أسوأ، أصحاب الدخول المتغيرة يكون وضعهم أفضل نسبيا، فئة المنظمين والتجار ورجال الأعمال هيكون وضعهم أفضل بكتير. في حالة انخفاض الأسعار أصحاب الدخول الثابتة وضعهم أفضل، أصحاب الدخول المتغيرة وضعهم أفضل نسبيا، فئة المنظمين والتجار ورجال الأعمال هيكون وضعهم إيه أسوأ. طيب يا ترى بقى أنا بدخر، ان احنا قلنا ان ايه النقود ممكن من ضمن وظائفها انها بتستخدم كمخزن للقيمة، بتستخدم كايه شكل من اشكال الثروة، بس احنا عندنا اشكال اخرى من الايه الثروات. يا اما هحتفظ بالثروة بتاعتي في شكل اصول حقيقية، ان انا عندي مصانع، عندي عقارات، اشتريت شقة، دي شكل ان انا كده بحتفظ بالثروه بتاعتي في شكل اصل من الايه الاصول، يا اما هحتفظ بالثروه بتاعتي في شكل ايه نقود. فتقلبات الاسعار هتاثر كمان على الثروه على حسب الصوره اللي انا هحتفظ بيها بالثروه بتاعتي. طيب احنا هنفترض ان انا عندي شخصين، الشخصين دول معاهم كل واحد فيهم معاه 1,000,000 جنيه، واحد منهم المليون جنيه دي اشترى بيها مصنع، شقة، عمارة، أو حتى احتفظ بالمليون جنيه دي في شكل مخزون من الايه السلع. طب والشخص التاني واحد احتفظ بالثروة بتاعته في شكل أرصدة نقدية سائلة، يا ترى مع تغير الأسعار، وهنفترض إن احنا الأسعار اتغيرت عندنا بالزيادة، مين فيهم اللي قيمة الثروة بتاعته هتزيد؟ مع ارتفاع الأسعار
لو انا بحتفظ بالثروة بتاعتي في شكل اصول حقيقية اسعارها كمان هترتفع. يعني لو انا اشتريت شقة ولا اشتريت مصنع بالمليون جنيه، فمع ارتفاع الاسعار القيمة النقدية للاصل بتاعي اتغيرت. يعني قيمة الشقة بقت 2 مليون جنيه لو الاسعار ارتفعت 100%، او مثلا بقت 1,500,000، يبقى القيمة النقدية للأصل الحقيقي هتزيد، بالرغم من إن القيمة الحقيقية ما تغيرتش. هو المصنع بمساحته، بكم عدد أدواره، بالآلات والمعدات اللي فيه، ولكن القيمة النقدية للأصل ده زادت. يبقى الإنسان أو الشخص اللي هيحتفظ بالثروة بتاعته في شكل نقدي، في شكل أصل حقيقي، هنلاقي إن هو وضعه هيكون إيه؟ هيكون أفضل. طيب والشخص التاني بقى اللي احتفظ بالثروة بتاعته في شكل نقود سائلة، المليون جنيه احتفظ بيهم في شكل وديعة أو في شكل حساب جاري، أو حتى كان بيحتفظ بيهم في البيت عنده في شكل نقود سائلة، إيه اللي حصل مع ارتفاع الأسعار؟ اللي حصل مع ارتفاع الأسعار إن قدرة المليون جنيه دي فضلت زي ما هي، قيمتها النقدية ما ايه ما اتغيرتش، لكن القوة الشرائية بتاعتها، القيمة الحقيقية بتاعتها، قدرتها على شراء السلع والخدمات حصل لها ايه؟ قلت. اذا الشخص اللي هيحتفظ بالثروة بتاعته مع ارتفاع الاسعار هنلاقي ان هو هيكون في وضع ايه؟ هنلاقي ان هو هيكون في وضع اسوأ، لان المليون جنيه المبلغ اللي معاه ده قدرته على شراء السلع والخدمات هتقل. يبقى على حسب انا هحتفظ بالثروة بتاعتي في شكل ايه، لو انا هحتفظ بيها بشكل اصول حقيقية او ان انا هحتفظ بيها في شكل ايه نقود. يبقى في ظل ارتفاع الاسعار هنلاقي ان الشخص اللي هيحتفظ بالنقود في شكل اصول حقيقية وضعه هيكون افضل، على عكس الشخص اللي هيحتفظ بثروته في شكل نقود ده هيكون وضعه ايه اسوأ حالا. طيب والعكس لو حصل انخفاض في الاسعار هنلاقي ان الشخصين وضعهم هيتبدل، هنلاقي ان الشخص اللي هيحتفظ بالثروة بتاعته في شكل اصول حقيقية وضعه في الحالة دي هيكون اسوأ، لان قيمة الاصل بتاعه قلت، في حين ان الشخص اللي هيحتفظ بالنقود قوتها الشرائية مع انخفاض الاسعار ايه هتزيد. ولكن بقى للاسف بنلاقي ان الفكرة دي احتفاظي بالثروة بيعمل بعض المشاكل في بعض الأحيان. لو لقينا المجتمع كانت فيه موجة متصاعدة ومستمرة من ارتفاع الأسعار، الأشخاص عشان عارفين إن الأصول الحقيقية قيمتهم هتزيد أو هيكون ده ثروته هتزيد، فهم بيعملوا إيه؟ بيتخلصوا بسرعة من النقود ويحاولوا يحتفظوا بالأصول. يعني أروح أشتري ذهب، أروح أشتري شقة، أو حتى أشتري مخزون سلعي. حتى القطاع الاستهلاكي لما نلاقي فيه ارتفاع في الأسعار، هو السلع نفسها الاستهلاكية قيمتها أفضل من النقود، فهتلاقي الأفراد بينكلبوا أكتر على شراء السلع والخدمات. حتى لو أنا هخزن السلع دي لمدة شهر، لمدة أسبوع، لأن أنا خايف من ارتفاع الأسعار في الفترة اللي جاية، فنلاقي إن الأفراد يحتفظوا بالسلع ويتخلصوا بسرعة من النقود. فالأفراد بيحتفظوا بسلع بيحصل لهم إيه؟ بيزيد الطلب على السلع والخدمات، فبتزيد أكتر موجة الارتفاع في الإيه في الأسعار. والعكس في حالة انخفاض الإيه الأسعار، نلاقي الأفراد بتبقى قيمة النقود أفضل من قيمة السلع، أو اللي بيحتفظ بثروته في شكل نقود أفضل من اللي هيحتفظ بثروته في شكل سلع. وفي الحالة دي هنلاقي إن الأفراد بيدخروا أكتر، بيحتفظوا بالنقود أكتر، فيقل الطلب فيحدث انخفاض أكتر في الأسعار، وممكن يصل إلى إيه؟ إلى ركود. طيب لو أنا عندي بقى فرضين في المجتمع، واحد كان دائن وواحد مدين، يعني المليون جنيه اللي احنا افترضناهم دول الواحد كان يشتري بيهم شقة يا اما يحتفظ بيهم بصورة نقدية، واحد سلف واحد مليون جنيه، يا ترى وضع مين اللي هيبقى افضل ومين اسوأ، الدائن ولا المدين؟ نفترض ان انا الحالة برضو العادية اللي احنا متعودين عليها او اللي احنا بنسمعها او اللي احنا عايشينها هي ان في ارتفاع في المستوى العام للاسعار، وانا الدائن سلفت واحد صاحبي مليون جنيه. في الحالة دي أنا سلفته، أنا الداين سلفته المليون جنيه
وهي قوتها الشرائية كبيرة. لما ارتفعت الأسعار قوتها الشرائية إيه؟ قلت. فالمدين هنا هيصبح أفضل حالا، والدائن هيكون أسوأ، لأن المدين خد المليون جنيه دي والأسعار منخفضة فاشترى بيها عربية. جه بعد سنة رجع للدائن المليون جنيه بتاعته، الدائن بقى خد المليون جنيه وهي قوتها الشرائية إيه؟ منخفضة. لو راح يشتري نفس العربية اللي المدين كان مش هيعرف يشتريها عشان الأسعار إيه؟ ارتفعت. يبقى في حالة ارتفاع الأسعار نلاقي إن الدائن يصبح أسوأ حالا والمدين بيصبح أفضل حالا. طب لو حصل العكس، إن انخفاض في الأسعار نلاقي المدين هو اللي يكون أسوأ حالا والدائن بيكون أفضل حالا. طيب يا ترى بقى بصفة عامة، الاقتصاد ممكن النمو الاقتصادي يتأثر إزاي في حالة تقلبات الأسعار؟ بصفة عامة زي ما اتفقنا إن إحنا بنقول إن الارتفاع في الأسعار قد يعد من وسائل تمويل التنمية الاقتصادية، يعني هو وسيلة إلا لو حصل مشكلة تضخم وترتب عليها مشاكل أو حدث ارتفاع متراكم في الأسعار، بالتأكيد هيكون ليها آثار سيئة على النمو الاقتصادي. طيب لو أنا بقى عندي في ارتفاع في الأسعار، يا ترى ده هيأثر إزاي بصفة عامة؟ من الناحية الأولى اتفقنا إن أنا لو عندي دايما ارتفاع في الأسعار وكان ده بشكل متواصل، فالأفراد دايما هيفضلوا الاحتفاظ بالسلع عن الاحتفاظ بالنقود، فبالتالي ده هيكون دافع إن أنا أزود الإنفاق الاستهلاكي. طيب لما ازود الانفاق الاستهلاكي ده هيبقى على حساب مين؟ هيبقى على حساب الادخار، فبالتالي ده هيأثر سلبيا على النمو الاقتصادي، لان الادخار هو اللي بيمول الاستهلاك. يبقى التخوف دايما او من توقعات زيادة الاسعار تخلي الافراد يميلوا اكتر للاستهلاك، وبالتالي ده بيأثر على المدخرات، فبيأثر على الاستثمارات اللي هي دي الحافز لعملية النمو. إذا هيتأثر النمو سلبيا من هذا الجانب. الحاجة التانية كمان إن ميزان المدفوعات بتاعنا بيتأثر، وده بيأثر برضو على التنمية الاقتصادية. بصفة عامة لما تنخفض القوة الشرائية للنقود هنلاقي إن الأفراد هيميلوا أكتر إنهم يشتروا العملات الأجنبية. أنا عايزة أحط مليون جنيه وديعة في البنك، وانا قدامي احطها بالجنيه المصري ولا بالدولار. لو انا شايف ان الاسعار عماله ترتفع محليه وقيمه الجنيه بتقل، انا هفضل احتفظ بالوديعه بتاعتي في شكل ودايع، في شكل عمله اجنبيه، الدولار مثلا، لان انا شايف ان هو اكثر استقرارا. ففي الحاله دي هيزيد الطلب على العملات الاجنبيه، وكمان انا لما اسعاري اللي في الداخل ترتفع هنلاقي ان الصادرات بتاعتي بالنسبة للعالم الخارجي هتبقى مكلفة، فهتقل الصادرات. طيب حاجة كمان، ما الواردات كمان هتزيد. بصفة عامة الاستثمارات الأجنبية طالما في توتر وفي انخفاض في قيمة العملة، فالاستثمار الأجنبي هيهرب، هيخاف من ان هو يجي يستثمر وبعدين الأسعار ترتفع فالقوة الشرائية تقل للعملة بتاعت البلد دي، فنلاقي ان بصفة عامة هيحدث هروب لرأس المال الأجنبي. يا إما هو رأس المال مش هيدخل أصلا يستثمر، يا إما رؤوس الأموال المحلية هتخرج، وكل العوامل دي هتؤدي إلى زيادة العجز في ميزان المدفوعات، وبالتالي هتأثر على عملية التنمية الاقتصادية. طيب حاجة بقى تانية مهمة، حتى لو الاقتصاد بتاعي ده كان اقتصاد رأس مالي أو اقتصاد بيخطط خطة مركزية، هو دايما الدولة عندها خطة والحكومة عندها خطة والموازنة عندها العامة للدولة عندها خطة، فدايما عاملة خطة 5 لمدة 5 سنين، خطة اللي كل مدة 10 سنين، عايزة تنمي الريف، عايزة تنمي الصحراء، عايزة عندها أهداف، عايزة تحسن الوضع الصحي، عايزة تحسن التعليم، فهي حاطة في الميزانية بتاعتها مبلغ معين لكل جهة هيروح فيها. طيب مع ارتفاع الأسعار لما تكون مخصصة مليار جنيه مثلا لتحسين المستوى التعليمي، هتحسن البنية التكنولوجية للمدارس والجامعات
وحدث ارتفاع في الأسعار، فالمليار جنيه مش هتكون كافية إنها تحقق الهدف اللي كانت الحكومة بتسعى إليه. وبالتالي أي متغيرات أو أي تغيرات كبيرة وغير متوقعة في المستوى العام للأسعار هتأثر على مسارات الخطة القومية، لأنها يترتب عليها اختلالات في العلاقات والمتغيرات اللي موضوعة في الخطة. يبقى بصفة عامة ارتفاع الأسعار بيأثر سلبيا على النمو الاقتصادي. طيب يا ترى بقى ايه العلاقة بين كمية النقود ومستوى الأسعار؟ وهي النظرية النقدية بتحاول تشوف العلاقة دي، بتحاول تشوف أثر التغير في كمية النقود سواء بالزيادة أو بالنقصان على بعض المتغيرات الاقتصادية، خاصة على مستوى الأسعار ومستوى التشغيل. طيب بس احنا اللي هيهمنا في الجزء ده ان احنا نشوف ازاي اهتمت النظرية النقدية بالعلاقة بين او اثر التغير في كمية النقود على مستوى الاسعار، وهنشوف ده من خلال نظريتين. النظرية الاولى اللي هي النظرية الكمية للنقود ونظرية الارصدة النقدية. والنظرية الكمية للنقود ونظرية الارصدة النقدية مبنيين على معادلة اسمها معادلة المبادلة. وهو بصفة عامة انا اي سلعة عندي عشان احدد قيمة السلعة دي انا محتاج اعرف هل السلعة دي متوفر موجودة عندي بوفرة ولا بالندرة، اعرف الوفرة والندرة النسبية ليها، يعني اقارن بين الكمية المطلوبة منها والكمية المعروضة. طيب واحنا النقود هي كمان ايه؟ عشان اعرف قوتها الشرائية لازم نعرف كمان الكمية المتاحة منها اللي احنا بنسميها عرض النقود، وكمان عايزين نشوف مدى الحاجة اليها اللي هي الطلب على على النقود. طيب العلاقة بقى بين عرض النقود والطلب على النقود هتوضحها لنا معادلة المبادلات اللي هي مبنية عليها النظرية الكمية للنقود ونظرية الأرصدة النقدية. بتقول لي ايه معادلة المبادلات دي؟ بتقول لي بصفة عامة في شكل بسيط جدا ان اي مبلغ هيدفعه اي فرد ده هيعتبر ايراد لفرد اخر. يعني انا لما اجي اشتري مجموعة من السلع والخدمات وادفع ليها تمن مقابل ان انا بشتري السلع دي، التمن دوت هيحصل عليه شخص اخر ويسمى بالنسبة له في الحالة دي هيكون الإيراد. فبالتالي عملية البيع بالنسبة لطرف وعملية الشراء بالنسبة للطرف الآخر هي ما هي إلا عملية مبادلة. فوفقا للفكرة دي بتتبني معادلة المبادلات. بتقولي لو أنا عندي سلعة واحدة في الاقتصاد، فأنا لو عندي كمية النقود قاف، كمية النقود دي هتعمل إيه؟ يبقى هتشتري لي السلع والخدمات اللي موجودة عندي. فلو انا عندي سلعة واحدة فيبقى قاف بتساوي كاف عين. قاف هنا بتعبر عن كمية النقود اللي موجودة عندي، كاف هنا الكمية اللي هشتريها من السلعة دي، عين بتمثل سعر السلعة. يعني هفترض مثلا ان انا كمية النقود اللي عندي مثلا كانت بتساوي 1000 جنيه، وانا عندي سعر السلعة كان بيساوي 5، فبالتالي الكمية المطلوبة منها او كمية السلعة اللي هيتم تداولها هتبقى 200. هنتداول 200 وحدة من السلعة دي وتمن الوحدة 5، يبقى 5 في 200 ب1000، بيساوي كمية النقود اللي موجودة عندي. دي لو انا عندي في الاقتصاد عملية مبادلة واحدة، او ان انا عندي سلعة واحدة بيتم تداولها في الاقتصاد، او بقى النقود عندي بتتحرك مرة واحدة، ان انا ال1000 جنيه هتروح تشتري لي 200 وحدة من السلعة اللي تمنها 5، يبقى كمية النقود اللي تم انفاقها في الاقتصاد في شكل كف عين بتساوي الكمية المعروضة من النقود، يعني كمية عرض النقود بتساوي الطلب عليها، يعني قاف بتساوي كف في عين. بس الحقيقة هي النقود ما بتتحركش مرة واحدة في الاقتصاد، النقود بتتحرك اكتر من مرة. فالشكل الأوقع بتاعي إن أنا يبقى عندي ال1000 جنيه دي هتتم بيها مجموعة من المعاملات، يعني إحنا هناخد أنا هاخد الدخل بتاعي وأنفقه، والناس اللي هياخدوا
اللي انا هنفق دول هيبقى بالنسبة لهم ايرادات، هياخدوا الايرادات دي ويروحوا يشتروا بيها سلع وخدمات وهكذا. اذا الالف جنيه مش هتتحرك في الاقتصاد في عملية مبادلة مرة واحدة، هتتحرك اكتر من مرة في الاقتصاد، فكأن زودت عرض الايه النقود. يبقى بصفة عامة نقدر نقول ان انا عندي حاجة اسمها سرعة دوران النقود. سرعة دوران النقود يعني في المتوسط وحدة النقود بتتحرك قد ايه في الاقتصاد. لو البنك المركزي طبع مليون جنيه، والمليون جنيه دي تم تحركها في الاقتصاد مقابل عمليات بيع وشراء 5 مرات، يبقى هتتم كأن البنك المركزي عرض 5 مليون، يبقى كمية النقود اللي عندي هتتحرك كام مرة، يبقى ده العرض الكلي للنقود. يبقى عرض النقود هو كمية النقود في عدد المرات في المتوسط اللي هتتحرك فيها النقود في الاقتصاد. يبقى عرض النقود هيبقى قاف في سين. طيب كمية عرض النقود بتساوي ايه؟ بتساوي الطلب عليها، الطلب اللي هو في شكل شراء السلع والخدمات. يبقى نقدر نقول ان بصفة عامة قاف في سين اللي بتمثل عرض النقود بتساوي كاف في عين اللي هو الطلب على الايه النقود. قاف هنا هي كمية النقود اللي موجودة عندي، سين هي سرعة دوران النقود، كاف حجم المعاملات الاقتصادية، عين هنا هو المستوى العام للايه للأسعار. طيب والمقصود بقاف هنا هي كمية النقود اللي هتقاس في لحظة معينة. طب ايه هي كمية النقود اللي هتقاس في لحظة معينة؟ هي جميع انواع النقود اللي موجودة عندنا في الاقتصاد، اللي هي مين؟ اللي بتصدرها الحكومة في شكل عملة مساعدة، وبيصدرها البنك المركزي في شكل أوراق بنك نوت، وبتصدرها البنوك التجارية في شكل نقود الودائع. يبقى المقصود بقاف هنا هي كل أنواع النقود أو جميع أنواع النقود اللي عندي إيه في الاقتصاد. طيب النقود دي زي ما اتفقنا هي بتتحرك أكتر من مرة، اللي هي اسمها سرعة دوران النقود. وبرضو سرعة دوران النقود بتتقاس في لحظة معينة. بتتقاس إزاي؟ هي متوسط عدد المرات اللي هتتحرك فيهم النقود في الاقتصاد. نفترض مثلا ان البنك المركزي طبع 100 مليون جنيه. طيب ال 100 مليون جنيه دي يا ترى هتتحرك كم مرة في الاقتصاد؟ مش شرط كلهم يتحركوا بنفس عدد المرات. نفترض مثلا ان في 10 مليون ما فيش حد استخدمهم واتحطوا في الدرج ما حدش استخدمهم، يبقى دي سرعة الدوران بتاعتها صفر. في 20 مليون اتحركوا مرة واحدة، اذا ال 20 مليون لو اتحركت مرة واحدة هي المبلغ ده اتحرك مرة واحدة في الاقتصاد. طيب لو نفترض ان في 30 مليون استخدمت مرتين، يبقى ال 30 مليون حجم المعاملات اللي تمت بيهم 60 مليون، عشان ال 30 مليون اتحركت ايه؟ مرتين. نفترض ان انا ال 40 مليون الأخيرة اتحركت 3 مرات، يبقى عملت لي حجم معاملات بتعادل 40 في 3 يعني 120 مليون. يبقى بصفة عامة اقدر احسب سرعة دوران النقود. أنا عندي ال 10 مليون الأولانية ما اتحركتش حاجة، يبقى 10 في 0. ال 20 التانية اتحركت مرة، يبقى 20 في 1. ال 30 اتحركت مرتين، يبقى 30 في 2. ال 40 اتحركت 3، يبقى 40 في 3. يبقى بصفة عامة حجم المعاملات اللي تمت عندي في الاقتصاد 10 في 0 زائد 20 في 1 زائد 30 في 2 زائد 40 في 3، يعني 0 زائد 20 زائد 60 زائد 120. يبقى إجمالي حجم المعاملات اللي تمت عندي في الاقتصاد ب 200 مليون، والبنك المركزي كان طبع كام؟ كان طبع 100. يبقى في المتوسط سرعة دوران النقود 200 على 100 مليون بتساوي 2. يبقى في المتوسط كأن كل وحدة من ال 100 مليون اللي طبعهم البنك المركزي اتحركت في الاقتصاد مرتين، وهو دوت اللي احنا قصدنا عليه بأنه هو سرعة دوران الايه النقود. لو البنك المركزي طبع 100 مليون ولقينا ان حجم المعاملات في الاقتصاد 300، يبقى معنى كده ان سرعة متوسط سرعة دوران النقود 3. لو طبع 100 مليون ولقينا حجم المعاملات 500، يبقى سرعة دوران النقود بتساوي 5. طيب هي هنا سرعة دوران النقود وكأني بالظبط بزود عرض النقود. يعني لو انا عندي 100 مليون اتحركوا في الاقتصاد مرتين، فبقى حجم المعاملات 200 مليون، كأن البنك المركزي طبع ايه 200 مليون. يبقى زيادة سرعة دوران النقود معناها زيادة كمية النقود الايه
المصدرة. طب وبالعكس بقى، لو سرعة دوران النقود قلت يبقى معناها ان هيبقى في نقص عندي في كمية النقود الايه، كأنها نقص في كمية النقود الايه المصدرة. طيب كاف هنا حجم المعاملات، المقصود بيها ايه؟ هي مقصود بيها الناتج القومي، النشاط الاقتصادي، مستوى النشاط الاقتصادي. طب هو الاقتصاد هينتج ايه؟ هينتج مجموعة من السلع والخدمات باستخدام عوامل الانتاج المختلفة، العمل ورأس المال والتنظيم والايه والارض. فبالتالي هنا هتقيس لي جميع السلع والخدمات او كافة المعاملات اللي هتتم في الاقتصاد في خلال فترة معينة. عين هنا المستوى العام للاسعار. طيب المستوى العام للاسعار هنا احنا اتفقنا ان انا عندي الرقم القياسي للاسعار، بقيس المستوى الاسعار بايه؟ بالرقم القياسي للاسعار. معادلة المبادلات دي اللي بتقول لي قاف س بتساوي كاف عين، دي متطابقة، بتقول لي ان حجم المبادلات اللي هتتم عندي في الاقتصاد بتساوي قيمة النقود اللي موجودة عندي في الاقتصاد، وبالتالي هي متطابقة، هي في حد ذاتها متطابقة، مش معادلة، هي متطابقة، ولا جدال عليها ان حجم المعاملات اللي هتتم في الاقتصاد بتساوي عرض الايه النقود. بناء بقى على المعادلة دي أو المتطابقة دي عندي نظريتين بيحاولوا يشوفوا العلاقة بين كمية النقود وبين المستوى العام للأسعار، هيحطوا بعض الفروض على المتطابقة ويخرجوا بيها بنتائج. النظرية الأولى اسمها النظرية الكمية للنقود لفيشر، والنظرية الثانية اسمها نظرية الأرصدة النقدية لإيه؟ لمارشال. هي نظرية كمية النقود لفيشر مبنية أساسا على معادلة المبادلات أو مطابقة المبادلات اللي هي ما فيهاش جدال إن قاف س بتساوي كاف في إيه في عين. هو بدأ يحط على معادلة المبادلات، بدأ يحط عليها فروض، حط فرضين. الفرض الأول قال إن سرعة دوران النقود ثابتة في الأجل الإيه القصير، على الأقل ثابتة في الأجل القصير. هي سرعة دوران النقود دي إحنا قلنا هي إيه؟ هي متوسط عدد مرات تحرك النقود في الاقتصاد. فهو بيقول إن فكرة أنا هاخد الدخل بتاعي وهنفقه قد إيه، ده في المتوسط ده بيرتبط بالعادات بتاعة المجتمع وطريقة السداد. يعني إحنا متعودين إن إحنا لما نشتري ندفع كاش نقدي في نفس الوقت، ولا إحنا بنشتري بالتقسيط، ولا معايا كارت ائتمان بشتري بيه وبدفع بعدين. فالفكرة بقى إن طرق السداد دي حاجات مرتبطة بالعادات بتاعة المجتمع. فهو شايف إن طرق السداد والدفع اللي هي بتتوقف عليها سرعة دوران النقود دي في الأجل القصير هتكون ثابتة، يبقى س ثابتة في الأجل الايه القصير. وكمان وفقا للنظرية الكلاسيكية ان كاف اللي هي مستوى النشاط الاقتصادي او حجم المعاملات ثابت في الأجل القصير عند مستوى التشغيل الايه الكامل. بالتالي احنا ثبتنا الس وثبتنا الايه الكاف، فبقى عندي في العلاقة بتاعتي متغيرين فقط، القاف اللي هي كمية عرض النقود، وعين هي المستوى العام للإيه؟ للأسعار. فبالتالي مع ثبات سرعة دوران النقود ومع ثبات حجم المعاملات في الأجل القصير، فيشر بقى قال إن في علاقة طردية بين كمية النقود وبين المستوى العام للإيه؟ للأسعار، والعلاقة طردية وبنفس النسبة وبنفس الاتجاه. يعني لو البنك المركزي قرر إن هو يزود عرض النقود ب10%، المستوى العام للأسعار هيزيد ب10%، وبالتالي يبقى فكرة ارتفاع الأسعار هو السبب فيها السلطات النقدية. يعني رأيه إن السلطات النقدية تقدر تتحكم في المستوى العام للأسعار بالزيادة أو بالانخفاض من خلال التحكم في كمية الإيه النقود، لأن هو البنك المركزي اللي بيقرر نعرض قد إيه، الحكومة بتقرر إنها تعرض قد إيه، البنك المركزي بيتحكم في البنوك التجارية. يبقى لو اتحكمت في كمية النقود اللي عندي هقدر اتحكم في المستوى العام للإيه للأسعار. بس هي المشكلة إن النظرية مفترضة أشياء تم انتقادها. الحاجة الأولى فكرة سرعة دوران الإيه النقود، هو الاقتصاديين بصفة عامة قالوا إن سرعة دوران النقود في الحقيقة ممكن تتغير سواء في الأجل القصير أو في الأجل الإيه الطويل. وبالتالي ليه؟ لأن هي ممكن هتتغير بسبب تغير حجم الإيه المعاملات أو نتيجة لظروف السوق. يعني مثلا إحنا
في الفترة الأخيرة بسبب أزمة كورونا، لو إحنا متعودين على طرق سداد معينة، لما حصلت المشكلة لقينا نفسنا بين طرق السداد والدفع عندنا بقت كلها إيه؟ معظم الخدمات الحكومية بقت إلكترونية، وحاجات كتير بقينا نستخدم فيها كروت الائتمان اللي إحنا ما كناش بنعمله قبل كده. يبقى عادات السداد أو فكرة الشمول المالي اللي كان البنك المركزي بقاله أكتر من 10 سنين عايز وبيرغب في إنه هو يطبقها، خدت فترة طويلة عشان الناس تبدأ تتعود عليها، بس لما حصل تغير معين لقى إن معظم الناس بدأت تتجه إنها تستخدم الشمول المالي، تستخدم كروت الائتمان اللي هي ممكن ما كانتش بتفكر من فترة إنها تستخدمها. يبقى سرعة دوران النقود ممكن تتغير بسبب تغير ظروف الإيه؟ السوق. وبالتالي يبقى معنى كده ان سرعة دوران النقود مش ثابتة، واحنا قلنا ان سرعة دوران النقود تغيرها هيكون له نفس تأثير تغير عرض النقود. يعني لو لظروف ما سرعة دوران النقود قلت زي الفترة اللي احنا فيها ان احنا بقينا نستخدم كروت الائتمان اكتر من النقود اللي في شكل كاش، في الحالة دي يبقى كأن البنك ليها نفس الدور اللي هو في ان البنك المركزي قلل عرض النقود. يبقى لو سرعة دوران النقود قلت كأن عرض النقود قلت، هيحصل انخفاض في الايه؟ في المستوى العام للايه؟ للاسعار. طب لو في ظروف اخرى سرعة دوران النقود زادت، يبقى كأن عرض النقود زادت، يبقى هيحدث ارتفاع في المستوى العام للايه؟ للاسعار. يبقى سرعة دوران النقود بتأثر على المستوى العام للاسعار زي الدور اللي بتقوم بيه عرض الايه؟ النقود. الحاجة التانية فكرة بقى ثبات مستوى الناتج عند مستوى التشغيل الكامل. في الحقيقة برضو ده من الفروض اللي تم انتقادها، ان غالبا مستوى الناتج مش ثابت عند المستوى التشغيل الكامل، وبالتالي انا ممكن الزيادة في عرض النقود ما تنصبش كلها على الزيادة في المستوى العام للأسعار. يعني لو أنا زودت عرض النقود ب10%، ما هو ممكن إحنا بنقول إن زيادة الأسعار دي معناها في حافز للطلب، يعني في حافز للإنتاج، يبقى زيادة عرض النقود ممكن يحفز لي العملية الإنتاجية فالناتج يزيد. يعني ممكن تأثير أو 10% زيادة في عرض النقود ما تنصبش كلها على ارتفاع المستوى العام للأسعار زي فيشر ما قال بنسبة 10%، ممكن الناتج يزيد بنسبة معينة والأسعار تزيد. يعني تأثير الزيادة في عرض النقود يبقى يتقسم على الحاجتين، جزء يزيد بيه الناتج وجزء يرتفع بيه الأسعار. 8% زيادة في الناتج و2% ارتفاع في الأسعار، 5% زيادة في الناتج و5% زيادة في الأسعار، 2% زيادة في الناتج و2% زيادة في الأسعار. هي الفكرة بقى إن كل ما الاقتصاد يكون قريب من مستوى التشغيل الكامل هتكون الزيادة في المستوى العام للأسعار إيه؟ أكتر. يبقى الاقتصاد بصفة عامة مش لازم يكون عند مستوى التشغيل الكامل، ومع زيادة عرض النقود ممكن ده يحفز الاقتصاد يزود الإنتاج فتحدث زيادة في الناتج وتحدث زيادة في الأسعار، فبالتالي الزيادة في عرض النقود مش هتنصب كلها على الأسعار، فبالتالي يبقى زيادة عرض النقود بتؤثر على المستوى العام للأسعار في نفس الاتجاه، لكن مش بشرط إن هو يكون بنفس الإيه؟ النسبة. طيب الحاجة بقى الأخيرة إن هو بيقول لي إن دايما العلاقة ماشية في اتجاه واحد، يعني كمية عرض النقود هتأثر على المستوى العام للأسعار والعكس مش هيحصل، لكن لا، في الواقع بقى في الواقع الحقيقي في الواقع الاقتصادي ممكن يحصل العكس، ممكن يحصل إن المستوى العام للأسعار نفسه ممكن في اتجاه معين ممكن يأثر على سلوك الأفراد وبالتالي يأثر على حجم المعاملات بتاعتهم، وبالتالي ممكن يأثر بالعكس بقى على كمية النقود المتداولة أو سرعة دوران النقود نفسها. يعني العلاقة هنا تمشي في الاتجاه العكسي، من إن مستوى العام للأسعار هيأثر لي على كمية النقود أو يأثر على سرعة دوران الإيه؟ النقود. النظرية الثانية اللي بتشوف العلاقة بين كمية النقود وبين المستوى العام للأسعار اسمها النظرية الأرصدة النقدية للاقتصاد الإنجليزي مارشال، وهي الحقيقة النظرية ما بتختلفش كتير عن النظرية الكمية للنقود، وبتقوم برضو على فكرة معادلة المبادلات، لكن هي الفكرة انها بتركز اكتر
على جانب الطلب على النقود أكتر ما بتركز على حركة النقود. وفكرة بقى اللي كان بيفترضها فيشر، فكرة إن سرعة دوران النقود ثابتة في الأجل القصير. هما بيفكروا أو بيبص مارشال للنقود كأنها سلعة عادية زي أي سلعة في الاقتصاد الأفراد بيطلبوها. طيب هما الأفراد هيطلبوا النقود ليه؟ هي هيطلبوا النقود علشان سواء كانوا الأفراد دول مستهلكين أو منتجين. طيب هيطلبوا النقود ليه؟ علشان مقابلة ما يحتاجونه من شراء السلع والخدمات، سواء كانت الطلب ده طلب استهلاكي في الوقت الجاري أو في المستقبل، أو حتى لو كانوا منتجين فهيطلبوا النقود لمقابلة الاستثمارات الجارية أو المتوقعة في المستقبل. فبالتالي هما بيقولوا إن، أو هو مارشال تحديدا يعني اللي بيقول إن اللي هيحتفظ بيه المجتمع من الأرصدة النقدية في أي لحظة معينة نسبة من إجمالي المعاملات اللي هتتم في خلال فترة زمنية معينة غالبا سنة. يعني إحنا أنا عندي حجم معين من المعاملات في الاقتصاد اللي هي بتمثل كاف في عين، فبالتالي أنا مش محتاج يكون معايا نقود قد كاف في عين كلها، أنا محتاج نسبة بس معينة أحتفظ بيها بالنقود في لحظة معينة. يبقى كاف في الحالة دي بتمثل إيه؟ الطلب على النقود. بيمثل إيه الطلب على النقود؟ نسبة معينة اللي هي ميم من إجمالي المعاملات في في الاقتصاد. وبالتالي هنا كاف بتمثل حجم المعاملات، عين بتمثل المستوى العام للأسعار، ميم هنا النسبة اللي هيحتفظ بيها المجتمع بالنقود. ليه بيحتفظ المجتمع بالنقود؟ كل الأفراد اللي عندي يا إما منتجين يا إما مستهلكين، هيحتفظوا ليه بالنقود؟ علشان يقابلوا احتياجاتهم من شراء السلع والخدمات، سواء السلع دي كانت استهلاكية أو كانت استثمارية. وقف الحالة دي بتساوي الطلب على النقود. وبالتالي النقود اللي هيحتفظ بيها المجتمع هي نسبة من إجمالي حجم المعاملات كلها. طيب بالتالي بقى لو زادت كمية النقود قاف والنسبة ميم فضلت زي ما هي، يبقى معنى كده ان زيادة كمية النقود قاف. وخدوا بالكم ان هما مارشال بيفترض ان عند التوازن الطلب على النقود بيساوي عرض النقود، يعني قاف هنا هي الكمية النقود المطلوبة، وفي نفس الوقت عند التوازن هي بتمثل كمية النقود المعروضة. فلو زادت كمية النقود قاف والمجتمع ما غيرش النسبة اللي هيحتفظ بيها بالنقود ميم، زيادة كمية النقود هنا هتأثر لي على حجم المعاملات الاتنين كاف وعين. يبقى هي هتعمل ايه؟ يا اما هتزود مستوى النشاط الاقتصادي فكاف تزيد، او هتزود المستوى العام للأسعار يعني عين تزيد، يا اما التأثير ينصب على واحد منهم بس، يبقى ممكن الناتج يزيد او الأسعار تزيد، او يحصل الاتنين مع بعض، نسبة معينة تزيد الناتج يزيد بنسبة معينة والمستوى العام للأسعار يزيد بنسبة معينة. طب هو تأثير الزيادة في كمية النقود هتأثر على كاف ولا على عين ولا على الاتنين مع بعض؟ على حسب الاقتصاد بتاعي بيشتغل فين أو بينتج فين بالنسبة لمستوى التشغيل الكامل. لو الاقتصاد وصل لمرحلة قرب قوي أو وصل بالفعل لمرحلة التشغيل الكامل، يبقى معنى كده إن هو مش هيقدر يزود كمية الناتج كاف، يبقى تأثير زيادة كمية النقود كله هينصب على المستوى العام للأسعار. طيب لو الاقتصاد بقى بعد عن مستوى التشغيل الكامل، نبدأ نلاقي إن تأثير زيادة النقود يبدأ يأثر على كاف ويأثر كمان على المستوى العام للأسعار. كل ما بعدنا عن مستوى التشغيل الكامل، يعني عندي بطالة كتير في المجتمع، مع زيادة كمية النقود نلاقي إن تأثيرها بيركز أكتر أو بيؤدي أكتر إلى زيادة مستوى الناتج كاف. طيب هي النظرية هنا كده شبه بالظبط اللي كان بيتكلم عليه فيشر في النظرية الكمية. يعني احنا لو خدنا ميم دي وديناها الناحية التانية، بقت قاف بتساوي واحد على ميم
اللي هي ميم بقى، واحد على ميم. فرياضيا لو واحد على ميم دي هي بقى بتمثل سين، مش احنا كنا بنقول ان وفقا للنظرية الكمية ان قاف في سين بتساوي كاف في عين، يعني معنى كده ان واحد على ميم ما هي الا سين، يعني النسبة اللي هيحتفظ بيها المجتمع من النقود هي عكس سرعة دوران النقود. يعني لو سرعة دوران النقود 5، يبقى النسبة اللي هيحتفظ بيها المجتمع بالنقود 5 حجم الايه المعاملات اللي عندي. لكن الحقيقة ان نظرية الأرصدة النقدية هي تعتبر تطور لنظرية فيشر، فهم بقى مش زي فيشر مفترض، فيشر كانت الفكرة بتاعته ان سرعة دوران النقود ثابتة في الأجل القصير، ايوه هي تم انتقادها. وبالتالي بقى مارشال بيقول ان ميم هنا مش ثابتة، ميم هنا هتتغير مع تغير مستوى الايه الأسعار. تحديدا بقى لو الأفراد مثلا بيحتفظوا بنسبة معينة من النقود من حجم المعاملات في شكل نقود، مثلا بتعادل الكمية اللي هيحتفظوا بيها دي 100 مليون جنيه مثلا. طيب وحصل ارتفاع في الأسعار، احنا بنحتفظ لمقابلة الاحتياج عشان نشتري ناكل ونشرب ونعيش ونشتري احتياجاتنا، والمستثمرين يستثمروا، بنحتفظ بمية مليون جنيه علشان مقابلة احتياجاتنا. طيب الأسعار ارتفعت، يا ترى المية مليون دي هتمثل نفس القوة الشرائية اللي احنا هنقدر نكفي بيها احتياجاتنا؟ لا، مع ارتفاع الأسعار بنقول ان القوة الشرائية بتقل، فاحنا بقينا محتاجين اكتر من 100 مليون جنيه. فالنسبة بقى اللي هنحتفظ بيها هلازم تتغير علشان علشان ايه؟ عشان المية مليون دي ما بقتش كافية تغطي لي كل الاحتياجات بتاعتي. يبقى لما ارتفاع الأسعار النسبة اللي بيحتفظ بيها المجتمع لمقابلة احتياجاته بتزيد. طب لو حصل العكس، الأسعار انخفضت، يبقى المية مليون دي بقت تكفلنا احتياجاتنا وزيادة. طيب الزيادة دي هنعمل بيها ايه؟ يروح المجتمع مقلل النسبة ميم. يبقى الفكرة كلها من نظرية الأرصدة النقدية بتقول لي ان هنا الميم النسبة اللي هيحتفظ بيها المجتمع بين النقود لمقابلة الاحتياجات بتاعته، النسبة دي مش ثابتة، بتزيد مع ارتفاع الأسعار وبتنخفض مع انخفاض الأسعار. يعني العلاقة بين ميم وبين الأسعار علاقة ايه؟ علاقة طردية. طيب احنا برضو ما شفناش بقى لغاية دلوقتي، طب العلاقة بين قاف وعين ايه؟ ما احنا عايزين نشوف العلاقة بين كمية النقود وبين المستوى العام للايه للأسعار. احنا قلنا لو الأسعار ارتفعت النسبة ميم هترتفع. طيب لو الأسعار ارتفعت النسبة ميم هترتفع، يبقى معنى كده احنا قدامنا احتمالين، يا إما السلطات النقدية تستجيب للتغير في المستوى العام للأسعار والتغير في طلب الأفراد على الأرصدة النقدية، يعني ارتفاع العين وارتفاع النسبة ميم، فتقوم تزود كمية النقود اللي موجودة في الاقتصاد لغاية ما تحافظ لي على المعادلة بتاعتي. يبقى لما ميم هتزيد وعين هتزيد، يبقى قاف لو زادت السلطات النقدية هي الوحيدة اللي تقدر تعمل ده، لو زادت بحيث انها تحافظ لي على الزيادة في ميم والزيادة في عين، هيفضل مستوى الأسعار ايه مرتفع زي ما هو. طب لو السلطات النقدية بقى ما استجابتش للتغير في المستوى العام للأسعار وارتفاع نسبة النقود، الأفراد هيعملوا ايه في الحالة دي؟ هنلاقي ان الأفراد مضطرين انهم يبيعوا بعض ما يمتلكونه من سلع علشان يقابلوا الوضع الايه الجديد. طب لما الافراد بقى هيتخلصوا من بعض السلع دي اللي عندهم، هنلاقي مستوى الاسعار يبدأ يرجع مرة تانية
للانخفاض، علشان الافراد هيحاولوا انهم يبيعوا الاصول اللي عندهم علشان خاطر يلاقوا النقود اللازمة لمقابلة احتياجاتهم. هم مش عارفين يزودوا نسبة 100 مليون، هيزودوها منين؟ فيبدأوا يبيعوا السلع اللي معاهم او الاصول اللي معاهم، فيزيد عرضها في السوق فتنخفض الاسعار. يبقى لو السلطات هنا بقى يجي دور الأول، يبقى واضح لنا العلاقة بين كمية النقود وبين المستوى العام للأسعار. لو الأسعار زادت، النسبة ميم اللي هيحتفظ بيها الأفراد في شكل نقود هتزيد. دور بقى السلطات النقدية، لو السلطات النقدية زودت عرض النقود يبقى هيفضل مستوى الأسعار مرتفع زي ما هو. السلطات النقدية ما تدخلتش وما زودتش عرض النقود، هنلاقي الأفراد هم نفسهم هيبدأوا يتوائموا مع الوضع الجديد، يبدأوا يبيعوا مجموعة من السلع الأصول والسلع اللي عندهم علشان يحتفظوا بالنسبة ميم. هيجيبوا النسبة العالية من النقود دي منين؟ من خلال بيع ما لديهم من أصول ومن سلع. يبقى يزيد عرض السلع والأصول، تقوم الأسعار يزيد عرضها في السوق، كل الناس عايزة تبيع، فالعرض زاد من السلع والأصول، فالأسعار لازم تنخفض في هذه الحالة، لأن كل الأفراد هيبقى عندهم رغبة في التخلص من السلع اللي عندهم مقابل إنهم يزودوا ما يحتفظوا به من نقود. مع زيادة عرض السلع نلاقي الأسعار يحصل لها تنخفض. يبقى هنا دور السلطات النقدية هي اللي قدرت تتحكم في المستوى العام للأسعار. لما زودت عرض النقود المستوى العام للأسعار زاد، لو ما تدخلتش وحافظت على كمية النقود زي ما هي هيحصل موائمة من الأفراد مع التغيرات اللي بتحصل في السوق، ونبص نلاقي إن الأسعار مرة تانية هتنخفض. وفي الحقيقة ده نفس النتيجة اللي وصلت لها النظرية الكمية، إن هي كانت بتقول إن كل ما يزيد عرض النقود هيزيد المستوى العام للأسعار بنفس النسبة وفي نفس الاتجاه. يبقى النتيجة اللي وصلت لها النظريتين هي إن لو زادت عرض النقود هيزيد المستوى العام للأسعار، ولكن الطريقة اللي تم بيها التحليل كانت مختلفة. فيشر أو النظرية الكمية كانت مفترضة ثبات سرعة دوران النقود اللي هي السين، أما مارشال قال إن ميم هي النسبة اللي بيحتفظ بيها المجتمع من نقود، النسبة دي كانت متغيرة. وهي طبعا نظرية مارشال أكثر واقعية، يعني إحنا شفنا إن في انتقاد نظرية فيشر إن سين نفسها ممكن في الأجل القصير سين نفسها اللي هي سرعة دوران النقود نفسها تتغير، وده فعلا اللي يعني ممكن يحصل في أي وقت، إن في طريقة سداد المعاملات المالية وفقا للظروف الاقتصادية اللي بيمر بيها الاقتصاد حتى لو كانت في الأجل القصير ممكن سرعة دوران النقود تتغير.